خلاص كذلك في قضايا الإزراء بيزود ورقة ولو بصورة مقتضبة لكي أعبر عن مجموعة من الشجون والأحزان التي تعتريني بين الفينة والأخرى. ربما لا داعي للترحيب، فالترحيب واقع وواقع الأمر يستدعي أن نقوم بلعب أدوارنا كل حسب موقعه ومكانته. اليوم وبعد هذا المحيط السياسي المحلي والعالمي وفي ظل تسارع الأحداث وتوالي التغيرات الجيوستراتيجية وفي ظل تهميش المثقفين والكوادر والمناضلين وتقديم بين قوسين والإنشكار الذين فعليا وواقعا يتحكمون في الواقع السياسي، قلت وفي ظل تهميش المثقفين والكوادر والمناضلين وتقديم والإشكال، فقد أصبح العزوف السياسي العام وإقناع المناضلين على العودة للسياسة بما تقتضي من التدافع والنقاش من سابع المستحيلات وليس مستحيلة في نفس الوقت. للتذكير ونسيت ما أقول لكم، أنا كنت ولازلت فعليا منسق عام الأطر العليا المعطلة للدكاترة بما يعرف بمحضر 20 يوليوز، لربما في واحد الوقت ابتداء من 2011 إلى حدود 2017 كنا نحن نتدافع مع الحكومة السابقة من أجل إيجاد مكان وفضاء يسع لنا، لكن للأسف الشديد لم نجد لا الآذان الساغية ولا القلوب المنفتحة التي قد كانت ستجد لنا مكانا في هذا المحيط الذي هو المغرب الذي نعتز به أيام اعتزاز. منذ مدة وقد بح صوتنا ومرارا وتكرارا ونحن نكرر ونعيد التكرار أن السياسة إن لم تمارسها تمارس عليك، وبحيف شديد، ولا من مجيب ولا من أذن تصغى لمناشداتنا، حيث أن الطبيعة تكره الفراغ، وهذا الفراغ إن وجد فراغا استحل مكانه من لا يستحق ومن لا يجيد تسيير الشأن العام الذي يهمنا جميعا أبين أم شئنا. في المقابل وأنا أتابع مباراة كرة القدم وأفرح لفرحنا وأحزن لحزننا حيث الانتصار وحين الهزيمة، أتأسف من عدم التوازن ما بين ما هو مهم وما هو أهم، وأتخيل نفسي وأنا أرى أن هذه الجماهير الوطنية وأنا واحد منهم نمارس سياسة تدافعية بناءة بنفس الزخم الذي نساند فيه منتخبنا الوطني الذي نصفق له بحرارة على كل المجهودات التي يقوم به من إعلاء راية المغرب في كل المحافل الرياضية، ونفسح المجال للكوادر والمناضلين والأكفاء لكي يكونوا في مركز القرار. نتشارك مع المشاركين ونقترح مع المقترحين ما يهم بلدنا وصالحنا العام. فمن خلال تجربة المتواضعة وأعتذر عن بعض الإطارة وتقتضيه الضرورة، حقيقة تقتضيه الضرورة، بعض الإطارة تفيد ربما، أطرح مع نفسي وأطرحه مع العديد من المهتمين عن سبب هذا الازدراء وهذا التجاهل الذي يصل لحد الكره هذه الأطر. ما كنعرفش على الدكاترة ما كيحملوش في الأحزاب السياسية، والله ما كنعرف علاش كتلقى مشكرة معاه بهذا الرجال طول ديال الناس الدكتور ما حملناش، ما عرفش علاش، ما كنعرفش علاش الدكتور ما كيحملوش معاه، كيديروا اللي بغا، كيقروا اللي بغا، جميع القرارات كيديروها بطريقه اللي كتجيبها من البال ديالهم راسهم. دكتور بسيط لا حول ولا ولا قوه، ما حملش معاه، ما عرفش علاش. وبعد ذلك كنبقاو حنايا نضموا الانفس ديالنا وكنبقاو نستاءوا بالسياسه وعلاش وكيفاش هنا وهنا وهنا وهنا. هذا سؤال اطرحه على الامين العام، ربما قد يطرحه على من يرضى، وكنطرحه مرحبا السي الامين العام، ولكن هذا سؤال انا كنطرحه دائما، كنقول علاش؟ يا
لان فيما كتمشي كتلقى الدكتور غير مرحب به. ما كنقولهاش حيت الشهاده، ولكن ربما فقط انك تحمل صفه ديال الدكتور راه قيمه مضافه لاي حزب او اي جمعيه. ربما تلقى تحرك في مكان وما تلقاش في الاحزاب. ما انا ما كنفهمش، لان ما غتنافسوا مع مولي الشكاره، ما غتنافسوا مع مولي الفلوس، ما غتنافسوا، ولكن مكانك ما كاينش، ما عرفتش علاش. وهذا المنبر هذا كنحاول ان الصوت ديالي يوصل. علاش كتكره الدكاتره المثقفين والكوادر المناضلين؟ ما عندناش الفلوس، كاين فلوس ديال الدوله وحنا مع الدوله، وفلوس ديال الدوله هما حنا وحنا هما الدوله. خصنا نعرفوا علاش هذا السؤال. ربما كل واحد فينا من الحاضرين ينقل هذا السؤال هذا واعاده تكراره للناس المهمين، يقول لهم والله يجزيكم بخير، هما الدكاتره هما الامل الاخير ليكم انتم باش يحاولوا ما امكن ان يديروا واحد شويه ديال التنظيف، شويه ديال التنظيف ماشي بزاف. نكمل واستسمع عن بعض الاطار. هرمنا وشال شعر من لا يزال له شعر وسقط منه الكثير العديد منه، وانا واحد منهم. ونحن نبح الصوت من اجل ان يفسح المجال لتوازن ولو بسيط لنعبر عن ارائنا. وانا كنشكر هذا الحزب هذا اللي كيتيح هذه الفرصه هذه، ضدا على بعض المرابط الاخرى اللي ما كتبغيش ما كتسمعش ما كما لا تستطيع هذا الشيء. ربما نحترم رايها ونشارك السياسه والحاكمين والمعارضين راينا واقتراحاتنا في جميع المجالات، لان فسح المجال للمؤثرين بالطريقه التي نعرفها همشت مؤسسه الاحزاب وكوادرها، خصوصا المستحقة منها. الحديث ذو شجون، بلدنا محتاجة للوقوف مع ذاتها والوطنية العالية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.